من النظريات المهمة في تحليل دوائر التيار الكهربائي نظرية التحليل العقدي. هذه النظرية تعتمد بالأساس على قانون كيرشوف الأول اللي هو قانون التيارات. النظرية تفترض أنه لو كان عندي دائرة كهربائية مكونة من مجموعة من الفروع البرانشز تحتوي على مجموعة من العقد الكهربائية، مجموعة من المقاومات، مجموعة من مصادر الفولتية أو التيار متصلة، أريد أحللها حسب نظرية التحليل العقدي. النظرية تفترض أنه أول خطوة أنه أنا أحدد العقد اللي موجودة بالدائرة. وإحنا عرفنا العقد من ناقشنا موضوع قانون كيرشوف الأول للتيارات. عرفنا العقدة الكهربائية هي نقطة اتصال عنصرين كهربائيين أو أكثر، سواء كان هذه العناصر مقاومات، مصادر تيار، مصادر فولتية، أو لو كان الموضوع متعلق بدوائر الأي سي، لو كان عندي متسعات، محاثات. المهم أنه العقدة الكهربائية تعريفنا إلها هي نقطة اتصال عنصرين أو أكثر. فالخطوة رقم واحد هسه من خطوات الحل باستخدام نظرية التحليل العقدي، أولا لازم أحدد العقد اللي موجودة بالدائرة. الخطوة رقم اثنين أنه أختار عقدة مرجعية. ونفس الكلام من ناقشنا أنه موضوع إيجاد الفولتية في نقطة معينة، في مقطع سابق ناقشنا كيفية تحديد الجهد في نقطة نسبة إلى نقطة مرجعية، أذكرنا أنه تأثير النقطة المرجعية بالدائرة هو إيجاد مقدار قيمة فولتية معينة نسبة إلى هذه النقطة. التأثير العام هو ما يتأثر، يعني كل عناصر الدائرة كعمل باقي ثابت بتغيير نقطة المرجع، لكن أحيانا أنه اختيار النقطة المرجعية يسهل الحل بخطوات أسهل، وأحيانا قد يعقد الأمور، يزيد تصير عندي معادلات أكثر. فالخطوة رقم 2 هسه بنظرية التحليل العقدي أنه لازم أحتاج أحدد نقطة مرجعية. خطوة رقم 3، جهد النقطة المرجعية يساوي دائما صفر، يعني من أختار reference point دائما راح يكون عندي جهد هذه النقطة صفر. خطوة رقم 4 هو كتابة معادلات العقد حسب قواعد راح أذكرها هسه. خلي ألخص هسه هذه الأمور، يعني خلي أفترض أنه أنا هسه عندي الدائرة التالية. خلي أفترض أنه عندي هذه الدائرة وكان المطلوب هو إيجاد فولتيات العقد أو تيارات الفروع حسب نظرية تحليل العقد. هسه خلي أبدي أطبق القواعد اللي ذكرتهم. النقطة رقم 1 هسه عندي، قلت أول نقطة أنه أحدد العقد اللي موجودة بالدائرة. إذن حسب تعريفنا للعقدة قلنا هي نقطة اتصال عنصرين أو أكثر، فبالتالي كل عنصرين جاي يتصلون جاي يصير بيناتهم عقدة. يعني هسه أبدي من هذه النقطة، عندي مصدر مع مقاومة، هذه النقطة هنا راح يكون عندي عقدة كهربائية راح أسميها النقطة أي أو العقدة أي. هذول العناصر مقاومات ثلاثة متصلين في نقطة واحدة، إذن هذه النقطة بي، هذا عقدة ثانية، هذه النود بي. مصدر مع مقاومة، هذه عقدة سي. إذن أرجع لي جوا، عندي مصادر الفولتية هذول المصدر الأول مع المصدر الثاني مع المقاومة ثلاثة متصلين، إذن بيناتهم عقدة، إذن هذه العقدة دي. إذن هسه هذه الخطوة رقم 1، حددت العقد اللي موجودة بالدائرة. الخطوة رقم 2 إنه أختار واحدة من هذول العقد كرفرنس بوينت، كعقدة مرجعية. زين، أي عقدة من هذول العقد ممكن تختارها. الضوابط اللي اختيار العقدة المرجعية، أولا نقول بصورة عامة جنرالي إنه ممكن تختار أي واحدة من العقد، ما عندنا مشكلة على اختيارها، وجهدها راح يكون صفر. لكن في بعض الأحيان اختيار العقدة في مكان معين يسهل الحل وأحيانا يعقد الحل. يعني هذه العقدة دي، أولا النقطة هذه هي نفسها هذه النقطة، نفسها هذه النقطة، طالما ما يوجد أي عنصر بيناتهم، يعني هذا وكأنه سلك واحد متصلين به العناصر ثلاثتهم، يعني بنفس الأسلوب هذا. يعني شلون هذه المقاومات متصلة بهذه النقطة؟ تصور أنه المصدر الأيوان مباشرة جاي اللي هنا، والمصدر إيتو مباشرة جاي اللي هنا، فبالتالي هذه نقطة، هذا السلك، يعني لا يأثر هذا على حساباتك أو على تفكيرك بالحل. زين، خلي اختار النقطة دي، راح اقول انه دي هي الرفرنس بوينت مالتي، راح اشير لها على اساس بهذا الشكل اللي هو رمز الرفرنس. زين، ما اختارت الدي، هسه مباشرة اقول فولتية النقطة دي تساوي صفر، صفر فولت، مباشرة الرفرنس راح يكون هو جهده صفر فولت. كم عقدة صار عندي هسه؟ عندي اربع عقد، واحدة من هذول العقد اخترناها مرجعية جهدها صار معلوم، اذا المجاهيل عندي ثلاثة.
زين. عندي ملاحظة رقم خلينا نقول 3 أو 4 بخطوات الحل. لو صادف إنه يكون عندي مصدر فولتية ما بين أي عقدتين، مصدر فولتية ما بين أي عقدتين، ففرق الجهد ما بين هذول العقدتين تساوي قيمة المصدر. أنا أعيد هذه الملاحظة، إنه لو صادف إنه يكون عندي مصدر فولتية ما بين عقدتين، فرق الجهد ما بين هذول العقدتين يساوي قيمة المصدر. زين، أطبق هذه الملاحظة. أولا ما بين العقدة A وما بين D عندي مصدر فولتية A1، فرق الجهد أبدي بقطبية الجهد الأعلى اللي هو الموجب، يعني هذا السالب هذا الموجب، فمن أبدي اللي هنا الجهد الأعلى هو جهد النقطة A، فأقول إذن VA ناقص VD باعتبار D مربوط للسالب يساوي قيمة المصدر A1. زين، بما أنه الدي حددناها صفر، هذا يعني هذا الدي قلنا صفر فولت، إذا فولتية الأي تساوي إيوان مباشرة، إيوان قيمة المصدر الأول. وبنفس السياق أقول المصدر الثاني إيتو موجود ما بين السي وما بين الدي، وبنفس الأسلوب أقول هذا الموجب هذا السالب، إذا في سي ناقص في دي تساوي قيمة المصدر إيتو. وبما أنه الفي دي تساوي صفر، إذن مباشرة الفي سي تساوي لنا قيمة الإيتو. إذن هنا هسه اختياري للنقطة دي كنقطة مرجعية سهل الحل. شلون سهلة؟ فولتية الدي مباشرة والسي طلع مباشرة بدون كتابة معادلات. السبب لأنه اختياري للنقطة دي موجودة ما بين المصدرين، يعني دائما صادفت أنه اختيار للدي كعقدة مرجعية خلاها تكون أنه جهدها صفر فولت، وبالتالي من حسبت فرق الجهد ما بين الأي والدي يساوي قيمة المصدر الأول، الدي معلومة، إذن ظهرت عندي الأي والسي مباشرة. زين، لو صادف أن اختاريت البي كنقطة مرجعية، الجهد النقطة بي مباشرة يساوي صفر، لكن هنا ما بين البي والأي أو البي والسي ما يوجد مصدر فولتية، توجد مقاومات، فبالتالي ما راح أقدر أستخرج مقدار قيمة الأي مباشرة أو السي مباشرة مثل ما أنه اختاريتها أساس دي عقدة مرجعية وظهرا عندي مباشرة الأي والسي. زين، هسه صار شنو عندي المعلوم؟ جهد الأي معلوم، جهد السي معلوم، جهد الدي معلوم، بقى منو عندنا؟ النقطة بي. أكتب معادلة النود دي بي بالشكل التالي. زين، أول خطوة خلي أعرف الأصل من وين جاي هذا القانون، يعني أو قانون التحليل العقدي أو طريقة التحليل العقدي. ذكرنا أنه تعتمد على قانون كيرشهوف للتيارات، يعني هذا المصدر يدفع لي تيار خلي أسميه I1، هذا التيار الـ I1 اللي هو المدفوع من قبل المصدر E1. الـ E2 يدفع تيار بنفس الأسلوب بهذا الشكل، هذا I2. شلون حددنا بهذا الشكل؟ حسب قطبية المصدر من السالب للموجب. هذول التيارين راح يمرون يوصلون نقطة B يجمعون، أدي تيار I3 ينزل بالمقاومة R3 ويرجع، هذا I2 هذا I1. أوكي؟ حسب قانون كيرشهوف للتيارات نقول at node B المجموع الكلي للتيارات يساوي صفر، أو التيارات الداخلة للعقدة تساوي للتيار الخارج من العقدة. فبالتالي من أكتب المعادلة مالتنا التيار الداخل هو I1 زائد I2 يساوي الخارج I3، فأقول من عندها أنه I1 زائد I2 تساوي I3. اللي هنا هسه هذا تطبيق قانون كيرشهوف للتيارات. زين، هسه اذا اريد اوجد مقدار قيمة التيار I1 بدلالة قانون اوم، بدلالة يعني فرق الجهد، نقول التيار I1 هو فرق الجهد على المقاومة، باعتبار التيار I1 هو التيار المار بالمقاومة، فاحسبه حسب قانون اوم هو فرق الجهد عبر طرفي المقاومة على قيمة المقاومة. زين، فرق الجهد بما أن التيار مالتنا جاي يتحرك بهذا الشكل، هذا يعني أنه جاي يتحرك من نقطة جهد عالي باتجاه نقطة جهد أوطأ، فمن أحسب قيمة الـ I1، قيمة الـ I1 راح يكون هو عبارة عن VA ناقص الـ VB على قيمة الـ R1، التيار الأول هو تيار المقاومة الأولى، فمن أحسب أقول هو جهد النقطة الأعلى VA ناقص VB على R1، زائد التيار الثاني I2 جاي يتحرك بهذا الشكل بنفس السياق، إذن هو جاي يتحرك من نقطة جهد عالي باتجاه الأوطأ، إذن VC ناقص VB على R2، فأقول VC ناقص VB على
R2 تساوي شنو قلنا التيار I3؟ التيار I3 يتحرك بهذا الشكل، إذن هو VB ناقص VD على R3، فأقول VB ناقص VD على R3. زين هسه صارت عندي هذه معادلة، أرتب هذه المعادلة، أولا أعوض عن D صفر، استخرج المشترك عندي ال VB على ال R1، VB على ال R2، VB على ال R3، عندنا VA على ال R1، VC على ال R2، وبالتالي اكتب المعادلة. زين من اكتب المعادلة، الصيغة النهائية او الصيغة خلينا نقول الخلاصة، يعني هو هذا الاصل، هسه هذا هو الاشتقاق او هذا اسلوب تطبيق نظرية التحليل العقدي. احنا دائما نعطي للطالب شنو هنا، نعطي الخلاصة، نقول له انه اذا تتحلل باستخدام طريقة التحليل العقدي حدد العقدة التي تكتب معادلتها. فمن أكتب معادلة النقطة B بدل ما أكتب هذه حسب قانون كيرشوف وقلنا هو الأصل، لكن هسه هذه من أرتب المعادلة أقول فولتية العقدة B اللي أنا جاي أكتب معادلتها في مجموع مقلوب المقاومات اللي متصلة مباشرة بالعقدة، يعني أقول VB قوس 1 على R1 زائد 1 على R2 زائد 1 على R3 سد القوس ناقص تأثير المقاومة المشتركة ما بين العقدة اللي جاي أكتب معادلتها وعقدة ثانية، فأقول ناقص 1 على R1 في الـ VA ناقص 1 على الـ R2 في الـ VC ناقص 1 على الـ R3 في الـ VD تساوي مجموع مصادر التيار الداخلة إلى العقدة أو الخارجة من العقدة. هسه هنا ما يكون عندي مصدر تيار فأقول تساوي صفر، وهذا الكلام هسه هو خلاصة هذه المعادلة. خلي أطبق هسه هذه مباشرة على من؟ على الدائرة رقم الثانية، يعني لو كان عندي هذه الدائرة خلي أطبق الأمور مباشرة. أقول أول خطوة خلي أحدد العقد، فكم عقدة عندي هسه؟ العقدة الأولى هذه خلي أسميها واحد، هذه عقدة اثنين، هذه عقدة ثلاثة، هذه عقدة أربعة، بعد هذول كلهم اللي جوا متصلين بعقدة واحدة، هذه عقدة خمسة. وقلنا تحديدنا للعقد على ضوء تعريفنا العقدة هي نقطة الاتصال ما بين العنصرين أو أكثر. خطوة رقم 2 راح أختار عقدة مرجعية، اختاريت العقدة 5، فإذا جهد النقطة 5 مباشرة 0 فولت لأنها reference point. أكتب هسه شنو بعد؟ ملاحظة رقم 2، إذا صادف أنه يكون عندي مصدر فولتية ما بين عقدتين فرق الجهد بيناتهم تساوي قيمة المصدر، فبما أنه V1 متصل بالموجب هذا V1 ناقص V5 تساوي لنا E1، وبما أنه V5 تساوي صفر إذن V1 تساوي لنا E1، فأقول إذن V1 تساوي قيمة المصدر الأول. وبنفس الأسلوب نفس الكلام V4 ناقص V5 تساوي E2، V4 تساوي لي مقدار قيمة الE2 طالما الV5 تساوي لنا شنو صفر، فأقول لهم V4 تساوي E2. زين هسه ايش بقى عندي؟ بقى عندي معادلتين، راح اكتب معادلتهم مباشرة، مو باستخدام قانون كيرشوف ولكن الصيغة اللي ذكرناها هي الخلاصة. اقول at node 2 V2 كم مقاومة مرتبطة بها؟ 1 على R1 زائد 1 على R2 زائد 1 على R4 ناقص تأثير المقاومة المشتركة هو 1 على R1 في فولتية العقدة المشتركة V1 ناقص عندي بعد مقاومة مشتركة مع العقدة 3 1 على R2 في فولتية العقدة 3 تساوي كم مصدر تيار داخل أو خارج من العقدة؟ صفر، ما عندي مصدر تيار، هذه معادلة رقم 1. عقدة 3 أقول at node 3 بنفس السياق V3 كم مقاومة مرتبطة بها مباشرة؟ 1 على R2 زائد 1 على R3 زائد 1 على R5 ناقص العقدة المشتركة تأثيرها 1 على R2 في V2 ناقص 1 على R3 بالV4 تساوي كم مصدر تيار داخل أو خارج؟ صفر، وهذه معادلة 2. صار عندي معادلتين، أعوض هسا عن قيمة الV1 والV4 بالمعادلات والV5. زين طبعا هنا ما كتبت تأثير المقاومة المشتركة مع عمل الV5 على اعتبار الV5 صفر، فمقدار فيه صفر صفر. أعوض عن مقدار قيمة الV1، قيمة الV1 تساوي لنا E1، قيمة الV4 تساوي قيمة الE2. صار عندي معادلتين بمجهولين أحلهم وأستخرج المطلوب. خلي ناخذ أمثلة ونشوف شو راح أطبق